مشاهدي في التلفزيون مباشرة معكم حامل رشيد مجموعة أربعة حملات استباقية للدوائر الأمنية سبب عاشوراء. جميع الدوائر خدامة هذه الليلة. مناطق خطيرة ونقاط سوداء. حركة غير عادية هذه الليلة في منطقة مولاشي. الحملات السباقية توجدوا العيد عفوا توجدوا العاشوراء. مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا مباشرة معكم من منطقة حي مراشد لمجموعة أربعة مجموعة ستة حركة غير عادية لرجال الأمن هذه الليلة. هنا مراشد كيعرف واحد النقط سوداء وأماكن خطيرة جدا. إلى هنا ننتهي هذا البث وإلى اللقاء.